انسان معناتها يدفع فلوسه يدفع ماله تعبه يغيب عن الخدمه معناتها لي سيرتيفيكا لي مالادي شدوا جلو يسافر معناتها كيلومترات يعاني معناها في الفضل من الناس الكل مسخر حياته كامل قضيه انا ربي يبارك ربي يبارك يستاهل الف الف شكر والله معناتها حاجه رمزيه على الاخر وانتم ما تعرفوش معناتها الظروف وكل مي سي لو جيم بارك الله فيكم. هذا راه واجب بالنسبه لي الامازيغيه راهي هي هويه هي حياه هي حضاره هي تاريخ وهي اذا كان ما ندافعوش عليها احنا امازيغا راهي باش تضيع لان من المعيب ان الغير الاجنبي يهتم بها ويدرسها ويوثقها واحنا اهلها واولادها نسلموا فيها احنا نحبوا عليه هذا اللي من بيه الاخر رمق بحياته لا توفي هذا انا نحب نعمل انتروداكشن صغير فيها شويه فيلوزوفيه من كيف تكون شوف في حياه الانسان ساعات يعمل ريكورد ما تيومش حتى في وقت